بداية احنا النهاردة في أرض فراولة، أنا بحبش أقول عليها زراعة الفراولة، هي صناعة الفراولة. دهب الأحمر بيدخل عملة صعبة للبلد، بيشغل قطاع كبير جدا من المزارعين والمزارعات، سواء في الأرض أو سواء في البيوت. يعني هو قطاع زراعة الفراولة بتخدم المرأة المعيلة، هي بتشغلها هنا زي ما حضرتك شايفة العاملين في قطاع الجمع والتغليف والتعبئة هم سيدات، بجانب برضو ربات البيوت هي بيروح لها الفراولة اللي هي المجمدة إن هي بتشتغلها وتشيل العرش بتاعها، فهي بتشتغل وهي قاعدة في البيت. فإحنا بالنسبة للمزارع الأليوبي أو الأليوبية عموما، هي صناعة فراولة صناعة مربحة جدا، بتدخل ربح للمزارع والكل اللي شغالين في قطاع زراعة الفراولة. لما نبتدي نتكلم عن الأمراض أو الأفات اللي بتبقى موجودة، إحنا بنقول الإدارة المتكاملة للمحصول، بداية من تجهيز الأرض للزراعة، أنا بجهز أرض للزراعة، أختار صنف مقاوم، صنف كويس، أهتم بعمليات الخدمة سواء من ري وتسميد، كل ده بيترتب عليه في الآخر تقليل الإصابة بالآفات. فلما نيجي نعدد الآفات اللي بتصيب محصول الفراولة، هنبتدي من أول الحفار اللي بيصيب جدر الفراولة، بنلاقي النبات مسفر فوق سطح التربة نتيجة إن الحشرة بتتغذى على الجدر. الفلاح طبعاً إحنا مش هنقول، إحنا بنتعلم من فلاحين من مزارعين الفراولة، بيحط سولار على مية الري، يعمل الطعم السام ويحطه تكبيش كده على الأنية على أماكن الإصابة. لو جينا اتكلمنا على الدودة الأرضة، دي تاني حشرة أنا ممكن ألاقيها، هي عكس الحفار، الحفار بيبقى تحت سطح التربة، الدودة الأرضة بتبقى بتصيب من فوق سطح التربة، ممكن تقرض النبات يعني إيه كلياً أو جزئياً، نلاقي البادرة أو البادرة مالية شوية مايلة، بنعمل لها برضو بنعلق المصايد الجاذبات الجنسية، بستخدم الفطريات والممرضات الحاجات بقى البيولوجيكال كنترول، لأن زي ما حضرتك ما شايفة الجمع بيتم يوميا، فما ينفعش أن أنا أستخدم مبيدات لأن بيبقى لها أثر متبقي خصوصا أن احنا بنصدر، فبستخدم مثلا باسيلس ثيورينجينسيس فطر البيوفاريا، ده بيجيب نتائج كويسة على الدودة الأرضة. تالت حشرة ممكن ألاقيها حشرة المن، ودي آفة خطيرة جدا احنا بنواجهها، لأن هي بتصيب الورقة، بتتغذى بأجزاء الفم بتاعتها الثاقبة المصة، بتتغذى على العصارة وتسحب العصارة من النبات، ولأن هي حشرة بتتغذى شرهة في التغذية، بينتج عن التغذية بتاعتها حاجة اسمها الندوة العسلية، بنلاقي الورقة سودة، فبتقلل من كفاءة عملية التمثيل الضوئي بتاعت الورقة، وبالتالي بتأثر على الإنتاجية. ممكن كمان الحشرة دي تصيب القمة النامية فتأثر لي على إنتاج، تموت لي النبات لو كانت الإصابة شديدة، فبنكافحها إن احنا مثلا بنرش بالصابون، نزرع حوالين الحقل لبعض النباتات اللي بتبقى مفضلة، الجاذبات بقى الجاذبات النباتية زي الكوسة عموما، القرعيات وخاصة الكوسة، أسد المن، الحشرات اللي هي الحشرات اللي بتستخدم في المكافحة البيولوجية، أسد المن، أبو العيد، الإسكيم، كل ده بيستخدم في مكافحة حشرة المن. مزارع الفراولة بالذات، لأن هو بيدور على المزارع دايما بيدور على إيه اللي هيخش جيبه في يعني إيه، بيدور على العائد المادي. لو الكلام بتاعي، وبعدين هو شاطر، ده هو اللي بيدور على الأعداء الحيوية ويجيب الكروت ويعلقها، لا ده في دي بالذات يعني حضرتك في يعني مصايد هتلاقيها موجودة في قلب الحقل، جاذبات الجنسية تجذب لي الحشرات الكاملة عشان ما تحطش بيض. هو دلوقتي وهو ماشي ورا العمال لو لقوا لطعة على الورقة هو بيقولها شيليها، لأن هو عارف، فهو بالذات مزارع الفراولة بيسمع للإرشاد الزراعي ولازم يسمع للتوصيات بتاعتها. من كام سنة كان في مشكلة في التعقيم في المبيد اللي هم كانوا بيعقموا بيه، نتيجة ان بروبين المسيل اتحرم استخدامه، فهم قلنا احنا هنعمل ايه، فكان المركز القومي للبحوث جاب لهم حاجة ان هم يعقموا بيها التربة تكون آمنة، لان هو بيصدر فما ينفعش ان هو يستخدم اي مبيدات يبقى لها البي اتش بتاعها هيبقى عالي، لان اي مبيد البي اتش مثلا اللي هي فترة الامان بتاعته بيبقى حوالي 3 لـ5 ايام، مع الفراولة ما ينفعش، هو بيستخدم مثلا مستخلصات النيم، حاجات طبيعية. غالبا ما مزارع الفراولة هو بيستخدم اعداء حيوية، المكافحة البيولوجية، وزي ما قلنا هو بيعمل إدارة لمحصوله من بداية من تجهيز الأرض للزراعة. الفلاح الأليوبي شاطر جدا، شاطر خصوصا في الفراولة،
لان هو هو فعلا شاطر جدا، اشطر مزارع على مستوى جمهوريه مصر هو المزارع الاليوبي، لان هو عارف هو بيزرع امتى، بيجهز امتى، بيعمل ايه، فاهم. حتى العمال اللي شغالين في قطاع زراعه الفراوله هم فاهمين. لا هو احنا بنتعلم من الفلاح، احنا بنتعلم من المزارع حاجات كتير جدا، يعني احنا بنيجي نقف معاهم ونتعلم منهم. مزارعات الاليوبيه بيستنوا محصول الفراوله يتزرع، لان هم بيجوا يشتغلوا الفتره مثلا اللي هي من الصبح مثلا لغايه بعد الظهر، هي بتيجي تشتغل تقول ايه بدل يعني حاجه تدخل تساعد في المعيشه. بجانب اللي في سيدات في البيت هم بيجي لهم مقفص الفراوله وبيشيلوا العنق الاخضر ده عشان التغليف واللي هي تجميد الفراوله، بتستخدم في صناعه الفراوله، فهي بتشتغل وهي قاعده في بيتها يعني، فده دخل، وهي قاعده في البيت ولا راحت ولا يعني ما ركبتش مواصلات وما ما احتكتش بالعالم، هي وجهه نظرها ان هي قاعده في بيتها وشغاله. فقطاع الفراوله السيدات عموما بيستنوا الفراوله انها تتزرع، لان ده بيساعد زي ما حضرتك ما عارفه المراه المعيله والسيدات، بيخدم قطاع كبير جدا في الشبين وطوخ في القرى اللي هي اساس الفراوله. دور الدولة في دعم الفلاح المصري، أولا هي بتفتح له أسواق جديدة، يعني أسواق جديدة بره، بتوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، يعني البلاستيك والأنابيب بتاعة الري، المواسير، كل مستلزمات الإنتاج، الأسمدة هي بتوفرها له، الأسمدة سواء ورقية الرش الورقي أو اللي هو الأرضية، نقول الحشرات اللي بتستخدم في المكافحة البيولوجية، فهي الدولة توفر له الكروت دي، هو بيجي بيعلقها وبيستخدم في المكافحة البيولوجية. أكتر حاجة اتعلمتها عيني على أرضي، زرعتي دي هي ابني، لازم أراعيها. ودي كانت حلقتنا النهاردة من حصاد الفراولة بكرة مصر.